لدينا تتقدم داعش على طول المنطقة الشرقية للبلاد نحو السويداء ودمشق وحمص وحلب لتضع شعبنا وثوارنا ومقاتلينا بين فكي كماشة والعالم يتفرج ولا يحرك ساكنا كما فعل على طوال 4 سنوات. الكثير الكثير من النتائج الإيجابية ونأمل من أصدقائنا. نوجه نداء عاجلا لدول الجوار للتنسيق فيما بينها بعد تخاذل المجتمع المدني، بعد تخاذل المجتمع الدولي، والعمل بيد واحدة والتدخل على الفور لمنع تحول جارتهم سوريا إلى بؤرة لأبشع أنواع الإرهاب. ندعوهم لنجدة أحرار سوريا بتأمين منطقة أو مناطق آمنة لهم. أيضاً ملف المجالس المحلية هو من أهم الملفات التي حمص محاصرة لا يصلها لا طعام ولا شراب ولا ذخيرة. لم نترك وسيلة. شرحنا الوضع الميداني والعسكري والمعاناة في مدينة حمص وأريافها للجميع. لم نجد أذناً صاغية. بالنسبة للساحل نفس القصة تماماً. إخواننا المقاتلين في الساحل ما يصلهم لا يكاد يذكر على الإطلاق. المنطقة الشرقية تركت لمصيرها تحت سيطرة داعش. مقاتلي الجبهة الشرقية قمنا بتنظيمهم، أعدادهم جيدة وهم جاهزون للقتال. ودعم الثوار يتضمن دعم الجرحى. المخاطر التي تمثلها داعش حاليا علينا، خطر تطويق حلب من الشمال وقطع طرق الإمداد، الإخوة الثوار يعرفون ذلك، توجهت تعزيزات لا بأس بها من القوى المقاتلة من إدلب وغيرها من أرياف حما ومن قوى حلب، توجهت كلها إلى جبهة القتال مع داعش.